لعيبتك مؤمن وتجديد مؤمن، احمد فتحي بعد ما جدد عنده مشكله، كل ده بيثار في الاعلام على ارض الواقع الدنيا. على ارض الواقع التجديد مع مؤمن شغال، احمد فتحي اديك شايف المباراه اللي فاتت هدوء تام خالص، موضوع تجديد انتهى تماما. ومؤمن لما بيشارك بيأدي برضه عشان اصل يعني مؤمن، مؤمن ما هو ده مؤمن زي هشام برضه كان معاهم مع عيال صغيره مفيش مشكله، انا سنه كبير في السن ساك يعني كبرش نفسك عجوز عجوز ما تقلقش يعني، فدول انا عارفهم كلهم كويس قوي. مؤمن من الناس تحب النادي الاهلي جدا جدا واكيد هيجدد حتى ما بيلعب وهو مش مهم لسه فيش جديد، لكن بيلعب وبيأدي وعايز بيقعد احتياطي بيقعد احتياطي العب العب مفيش مشكله، لان التجديد ده بره الملعب، جوه الملعب انا لاقيه برتدي فنرجع النادي الاهلي. بس انا بحب اتكلم معاك بصراحه، بس الموضوع انت الناس بتتكلم، طب هو راح قعد في نادي واتفق، طب هو ده هيروح الزمالك اصل ما قدرهوش في الاهلي، وانا عارف ان انت بتحب برضه تقرب من اخواتك ولادك الصغيرين كده تتكلم معاهم. انا بحب واكيد اتكلمت مع مؤمن، اتكلمت مع مؤمن وكلمت مع احمد فتحي وكلها، وكلمت مع مؤمن قال لي ان شاء الله يا كابتن خلاص كل حاجه تمام، وقعد مع كابتن محمد يوسف والامور ماشيه مفيش مشكله فيها هتمشي، مفيش احسن من النادي الاهلي خالص دي وجهه نظري. لكن انت شايف ان بقت في مغريات كتير قبل ما نكمل، قبل ما نكمل كتير طبعا عشان احب اتكلم بصراحه، لا لا مغريات كتير جدا كمان جدا، واي حد ممكن يروح، لكن في ناس انت دايما في حته كده لا هيستنى لا هي موجود، يعني مفيش حد اقنعنا ان احمد فتحي كان ممكن يمشي من النادي الاهلي، ما تقنعنيش بالموضوع ده خالص استحاله مظبوط مش ممكن يحصل. نفس الكلام مؤمن مساله وقت ان شاء الله هيجدد، يعني بعد مباراه لبنان ان شاء الله على خير يا رب يرجع، في تجديد هيحصل كل حاجه تبقى تمام ان شاء الله.